حضرتك كيف تقرأ هذه التوقعات؟ يعني هذا كان متوقعا، لأن المتابع الجيد للملف التركي أو الاقتصاد التركي يعلم بأن هذا كان من ضمن التوقعات. سياسة رجب طيب أردوغان في البنك المركزي وارتفاع الفائدة والأمور الاقتصادية من الدرجة الأولى، كما نعلم بأن رجب طيب أردوغان يسيطر على معظم المؤسسات أو كل المؤسسات التركية، وأيضا بجانب الأمر الاقتصادي. وأنا أرى أيضا بأن الأمر الاقتصادي أو الشق الاقتصادي لم يتولى من هم متخصصين في هذا الأمر، وأيضا يوجد بعض القيادات وبعض المتخصصين حذروا من هذا الأمر في الأشهر القليلة أو هذا العام عام 2023 من هذا الأمر الخطير، وسياسة رجب طيب أردوغان في يعني ارتفاع سعر الفائدة تجنبا للتضخم والركود. ولكن كما نعلم بأن الأمر ازداد سوءا في الداخل التركي. جانبا لابد أن أذكر بعض النقاط المهمة. الآن المواطن التركي يعاني من البطالة، يعاني من عدم فرص العمل، هذا من جهة. من جهة أخرى أستاذتي الكريمة أيضا يعاني على مستوى المعيشة بخصوص ارتفاع الأسعار وارتفاع المواد الغذائية وارتفاع العقارات وارتفاع معظم الأمور المعيشية المهيئة للمواطن التركي في هذا التوقيت. كما نعلم أيضا بأن بعد كوفيد 19، بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد أيضا سياسة رجب طيب أردوغان في الداخل التركي وكذلك أيضا في الخارج التركي، أثر عليه تأثيرا كبيرا جدا في الاقتصاد والبنية التحتية. وأقول لك أيضا على بعض النقاط المهمة. رجب طيب أردوغان في هذا التوقيت يفكر، وبالفعل هذا قيد التنفيذ، بأن بعض الموانئ وبعض الشركات التي تمتلكها تركيا يعني في هذا التوقيت يوجد مشروع للخصخصة، خصخصة بعض الموانئ، خصخصة بعض المؤسسات، خصخصة بعض الشركات. لهذا السبب أقول بأن الأمر يزداد سوءا في تركيا، يزداد سوءا أيضا على كاهل المواطن التركي لما يتبعه من سياسات رجب طيب أردوغان. لأن يوجد أستاذتي الكريمة بعد انتخابات رجب طيب أردوغان كان يسلط الضوء على الاقتصاد، وأن يوجد إصلاح في الاقتصاد، ويوجد أمور سوف تتم بعد الانتخابات في هذا المشروع، مشروع حزب العدالة والتنمية من قبل رجب طيب أردوغان. هذه أيضا من جهة. من جهة أخرى لم نرى ولم نلمس في هذا التوقيت أي شيء على أرض الواقع من قبل رجب طيب أردوغان، برغم أن أرى أيضا ما زال رجب طيب أردوغان يتبع سياسته الذي ينتهجها منذ عام 2002 وحزب العدالة والتنمية. وأيضا لابد أن أسلط الضوء على صوت المعارضة. المعارضة تضغط على بعض الملفات المهمة، وكانت قبل الانتخابات تضغط أيضا من جهة على موضوع الاقتصاد، والآن أيضا الاقتصاد. وعندما نسمع بأن هذا بهذه التوقعات وهذه الإحصائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه مؤشرات وهذه معطيات تدل على أن تركيا مقبلة على أزمات عدة، برغم المساعدات التي يتلقاها رجب طيب أردوغان من المملكة السعودية وكذلك الإمارات، بما حتى ينتعش الاقتصاد، حتى ينتعش البنك المركزي، حتى ينتعش بعض الأمور التي لا علاقة بالاقتصاد ولا علاقة برجب طيب أردوغان. نعم، إذا دكتور محمد كما حضرتك ذكرت، يعني ارتفاع نسبة البطالة وأيضا ارتفاع الأسعار بشكل كبير، كلها تندرج تحت إطار ارتفاع التضخم وما له من تداعيات كارثية حقيقة على البلاد مع استمرار النهج الاقتصادي الذي ينتهجه أردوغان في البلاد. أستاذتي الكريمة، مع الفرق أضرب لك مثالا، يعني نحن هنا نتكلم بالواقع وبالأمثلة وبعض التفسيرات وبعض التحليلات. يعني أنا بما نحن
أو بما أنا أتكلم من مصر، عندما شهدنا ارتفاعا في الدولار شهدنا ارتفاعا في الدولار مقابل الجنيه المصري، شهدنا وما زلنا نشاهد ارتفاع في الأسعار، وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا جدا على المواطن المصري. أما بالك أستاذتي الكريمة على تركيا، وهي يعتبر بلد من ضمن بلاد الاتحاد الأوروبي ودولة متقدمة ودولة ذو شأن في المنطقة وما شابه ذلك، هذا أيضا يؤثر تأثيرا كبيرا. يعني ناهيك عن التأثير، هذا التأثير ملموس وهذا الواقع ملموس، ولكن في هذا التوقيت رجب طيب أردوغان يحاول مرارا وتكرارا أن يخرج من هذا المأزق بخصوص يعني عقد بعض الشراكات، عقد بعض الأمور، سواء مع الجانب الروسي، سواء مع منطقة الشرق الأوسط، إصلاح بعض السياسات في المنطقة حتى يتم الاستفادة وحل هذه المشكلة في هذا التوقيت. نعم، دكتور محمد اليمني خبير بالعلاقات الدولية كنت معي من القاهرة، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به.